أنا ما أقدر أعيش بدونك بعد. بين حب لا يعرف المستحيل تحت عنوان طيبة وعشرين عشرين وأم بديلة في دراما عراقية لبنانية هي الأولى من نوعها، أم بي سي العراق تطل على مشاهديها في شهر رمضان المبارك بباقة منوعة من المسلسلات والبرامج. إلى نقابة الفنانين توجهنا والتقينا ببعض نجوم أعمال رمضان التي ستعرض حصريا على شاشة أم بي سي العراق. الدراما لهذا العام ستكون مختلفة ومؤثرة بحسب قولهم. أعتقد أن هنالك شيء متميز، أعتقد يعني يلوح في الأفق، وعودتنا حقيقة أم بي سي العراق على المستوى الرصين في إنتاجها البرامجي وفي إنتاجها الدرامي، وإن شاء الله تستمر بهذا الخط الصاعد بالثبات نحو مسيرة إبداعية مختلفة ومميزة. أنا أكيد شهادتي مجروحة لأن أنا اشتركت بمسلسل طيبة وسعيدة جدا بهذه المشاركة. الحقيقة هي مشاركة خلينا نقول مختلطة عراقية عربية، الكادر الفني هو عربي والممثلين عراقيين، أكيد شبابنا الحلوين جيل جميل أتنبأ له مستقبل كبير، وأيضا عمل أم بديلة من خلال مشاهدة البرومو أتوقع على النجاح، يبدو لي عمل ثقيل. أما على الصعيد البرامجي، حرصت شاشة الأم بي سي عراق وكعادتها على التنوع والتميز في تقديم برامجها لشهر رمضان، فكانت سباقة بالتواجد في كافة المحافظات، بينها النا الذي سيعرض مع مجموعة من البرامج الترفيهية والفنية كضي القمر بموسمه الثاني ورامز عقله طار وكلنا نفوز مع مصطفى الأغا وحامض حلو بجزئه الثاني الذي ضم نخبة من نجوم الكوميديا العراقية علي جابر وآل حسين وحسن دعدوش. وجود أعمال بكم كبير والكم يفرز النوع، التنوع بالبرامج، التنوع في الأعمال الدرامية، التنوع في طبيعة البرامج الرياضية، البرامج الإنسانية، البرامج الاجتماعية، البرامج الخاصة بالمطبخ، التنوع بها أكيد هو مهم. تعرف لولا تعدد الأذواق لبارت السلع، اليوم المنتج الفني اللي يقدم على شاشة هو السلعة، أنت تريد تسوقها لمشاهد، تريد تملي فكر مشاهد معين، فهذا المنتج يجب أن يكون متنوع، يجب أن يكون بكم كبير من الإنتاجية. ما حد يقدر يزعجك ولا يمسك بشعراي. التواجد في الساحة الفنية الرمضانية في ظل زحمة البرامج والمسلسلات سيشهد منافسة على غير العادة للنوعية لا للكمية، والأفضل سيبرز بتقييم شعبي لكن بعد 30 يوما من المشاهدة. مصطفى أكرم، حديث بغداد، أم بي سي العراق.